يا ريس كل يوم دلوقتي في جديد في مصر. الجديد المرة دي حاجة كويسة لو في جديد. لا يا ريت ده حاجة سيئة جدا. إساءة الإسلام. كل يوم والتالي بيطلع لنا موضوع جديد يا ريس. المرة دي لعب أطفال متوفرة في السوق بتسب السيدة عائشة. اللعبة دي موجودة في إيد كل طفل دلوقتي في مصر. أهي يا ريس. لعبة تمنها 5 جنيه تشغلها تسب السيدة عائشة. مش كده وبس، ألعاب على النت تشغلها ضرب للمصحف وضرب للأماكن المقدسة. يا ريس احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ناخد قرار في اي حاجه. الكويت يا ريس بتدرس عقوبه الاعدام للي يسيء لاي حد من امهات المؤمنين، واحنا لعب اطفال نازله في السوق ومنتشره والعاب على النت اساءه دايما للاسلام. المفروض مقاطعه للبلاد دي يا ريس. المفروض ندور على المستورد ده ونجيبه يا ريس ونلاحقه. ايه اهي اهي لعب اطفال. اتكلم بس يعني خلاص اتكلم في الموضوع. انتوا لكم مطلق الحريه تقولوا اللي احنا عايزينه. يا ريت يتحول لجنه الصناعه ولجنه الشؤون الدينيه عشان نعرف نطلع بيان في الموضوع ده يا ريس. وشكرا يا ريس.